قد تكون الوثائق الإدارية والأوراق النقدية وسيلة لانتقال فيروس كورونا إثر تداولها بين الناس، وهذا ما دفع أساتذة وطلبة مخبر الطاقات المتجددة والأنظمة الذكية لجامعة خميس مليانة بولاية عين دفلة في سابقة لها إلى ابتكار جهاز للتعقيم. هذا الجهاز يتكون من نظامين، هو النظام الأول يخدم بالأشعة المفوق البنفسجية، والنظام الثاني يخدم بالحرارة. نستعمل درجة حرارة ما بين 70 حتى 80 درجة لتعقيم المواد التي تتعقم بالحرارة، ونستعمل مثلا الأشعة المفوق البنفسجية لتعقيم المواد التي تتأثر مثلا بالحرارة، أو نستعملهم الاثنين معا. دونك استعملنا هنا جهاز اللي هو عبارة عن أنبوبة أو أنبوب تاع الأشعة المفوق البنفسجية، طول الموجة هو 254 نانومتر في تعقيم هذه المواد، وهو الفعالية تاعو فعالية كبيرة، في 18 ثانية يعقم كل المواد ويقضي على الفيروس كورونا 100%. يعتبر هذا الجهاز إنتاجا علميا لباحثين جامعيين دفعتهم أزمة كورونا لاستثمار معارفهم في سبيل الحد من انتشار الفيروس. إنتاج بحثي علمي وخاص بالجامعة الجزائرية وبجامعة الجليل بنعمة خميس مليون بصفة خاصة، لأنه يعني تم تطويره من طرف باحثين على مستوى الجامعة في مخابر الجامعة بتعاون مع طلبتهم، يعني هو 100% من إنتاج المخابر الجزائرية. مخبر جامعة خميس مليانة يعمل بكل جد لتطوير العديد من البحوث الأكاديمية والابتكارات العلمية التي من شأنها تدعيم الإنتاج المعرفي للجامعة الجزائرية.